هل هناك فارق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ الرجل يندب له أن يؤذن ويندب له أن يقيم، بالنسبة للمرأة لا يلزمها أذان ولا إقامة. عورة الرجل ما بين السرة إلى الركب، بالنسبة للمرأة جميع جسدها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين. الرجل في الصلاة الجهرية يجهر، المرأة ليس لها أن ترفع صوتها بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا وجد رجل أجنبي. الرجل يقول سبحان الله بيتكلم، لكن المرأة إيه؟ مكان المرأة في الصفوف، الرجال ثم الصبيان ثم النساء. الرجل في حالة الركوع وفي حالة السجود لما بيركع بيفتح إيده كده، هي في الصلاة في الركوع وفي السجود تضم كده.